السلام عليكم. اولا كنبغي نشكر هذا الجمهور اللي جا ساندنا اليوم. كيفاش شفتوا المقابله؟ صعيبه وضد فريق اللي هو معروف في الساحه الوطنيه والوداد. حنا هذا العام راحنا كنخدموا مع الاطار الوطني ادريس عقيل، وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا في باقي المقابلات وديما وداد. والوداد حنا معاهم قلبا وقالبا، ان شاء الله غادي نشجعهم غدا ان شاء الله، ورحنا تايقين فيهم وغنجيبوا ان شاء الله لاكوب. الجماهير ما عندي ما نقول، راه الجمهور الوينرز راه معروف، راه الشكر ما نقدرش نشكرهم. هادشي اللي كيقدموا وهادشي اللي كيديروا لينا راه اكسترا. هو خويا كما كتشوف المباراه كانت تلعبات تال الكاتريام كارطو. كنا مركزين في الاخر ديال الكاتريام كارطو، فقدنا شويه ديال التوازن. ما عرفش شنو وقع علينا في الاخر. حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا، وان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا على لي ديشي اللي درنا في هذا الماتش باش نغاتخابيو في لي ماتش جايين، والبطوله مازال. كما كتشوف اخويا جماهير الوداد سانداتنا بواحد الحب كيف ما كنعرفوها، وجاو بكثافه باش يساندوا هذا الفريق هذا، وكنطلبوا منهم حنا يزيدوا يساعدونا ويزيدوا يساندونا، وكنطلبوا منهم السماحه على هذا الماتش هذا اللي خسرنا. وان شاء الله كنوعدوا اننا غادي نراترابيو ان شاء الله من هنا لقدام، وبطوله باقا طويله. وان شاء الله كيف ما كيعرف كل شيء الوداد غير بولاد الفرقه، غادي نحاولوا نديروا اللي علينا، وكيف ما كيعرف الجميع اننا كنديروا اللي علينا وكنديروا اكثر من جهدنا باقل الامكانيات، وان شاء الله يكون خير من هنا لنهايه الموسم. بيان سير اخويا راه فرقه ناديك، وحنا تايقين في اللعابه ديالنا، وكنتمنوا لهم ان شاء الله الفوز، وان شاء الله غادي لاكوب غيبقى في كازا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.